هو المفروض إنه الرياضات ما تكون فيها يعني العنصرية في الحجاب ولا في غير حجاب، العنصرية اللي ريد هيد ولا بلاك ولا واتس ايفر الكاتيجوريز هذه، إنه هم اجتمعوا كلهم في مكان واحد، إنه كل أحد يمثل بلده. يعني بنلاقي مثلا في عندك مدارس او جامعات او يعني بتدعم فكره الرياضه النسائيه قليله جدا، لكن بمستوى يعني بشكل اكبر ما في هذا الشيء، يعني ما هو موجود. بس الفرق انه احنا بدأنا طبعا من زمان حفريات. والله انا it's been like four years. مثلا تفككوا كل واحد لحاله. ايوه خلاص ما ينفع. ايوه لازم.